ضحكنا كفايه وهرجنا ولعبنا كتير قوي مش كده يا باجد؟ ايوه. ايه رايكم بقى دلوقتي يا اولاد نبتدي الحصه من اولها خالص؟ ما احنا قاعدين مع بعض بقى. هي ساعة الحظ دي بتتعوض؟ لا هتتعوض ان شاء الله. ادي احنا قاعدين مع بعض النهاردة هنتكلم عن القيم المطلقة. ايه؟ نعمل ايه؟ النهاردة يا اخ مرسي هنتكلم عن القيم المطلقة. انا مش هتكلم معاك. انا مش حاضر اتكلم الصراحة. ليه؟ نعم؟ ليه؟ أنا ما أحبش أتكلم عن حد هو مش موجود. إيه الكلمة؟ ده مش كلام. إيه الكلمة دي؟ هو التعليم باظ من شوية؟ جاي المدرسة عشان نتكلم ولا عشان نتعلم؟ لحظة واحدة من فضلكم أنا فاهمة. ولا لحظة ولا بينا وبينك أي حاجة. ده كلام في العلم المنطق. عملت يا ابني ما هو مش معقول كده؟ يا أولاد أنا ما كملتش حصة ما كتبتش التاريخ حتى. مرسي. يا مرسي يا مرسي يا نعم نعم يا ابنتي عايز حاجه من الشارع؟ الشارع ايه يا ابني احنا قاعدين على قهوه ولا ايه؟ اتفضل قوم اكتب على السبوره. ايه؟ اكتب على السبوره اسمها الصنبوره. الصنبوره حلوه وصنبوره. يا باجت لو سمحت مش عايزه اسمع صوتك خالص. اتفضل قوم اكتب على السبوره. اكتب ايه؟ همليك دلوقتي. مش بعرف اكتب. ابصر. وبعدين اتفضل. لازم على السبوره؟ لازم على السبوره. اصله مشوار لغايه السبوره. الزطوله ده انت قاعد على طول. عيب يا ولد. تاكسي الصنبورة يا باشا لو سمحت على شغل بسرعة. هو أنا اللي سيق؟ يا سلام. هنا الصنبورة. شكرا يا باشا كامل عدها 90 قرش. مع السلامة يا أمير. من السهل على الإنسان أن يقلد صوت الحمار ولكن من الصعب أن يكون له القدرة على التحمل والصبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا معنادي في القلب لأنه في هذه الأحوال اكتب ايه؟ مليتك دلوقتي. ما سمعتش؟ لا سمعتني. سمعت بس بستعبط. طب يا مرسي تاني مرة لو سمحت ما تستعبطش. اوكي؟ اتفضل. من السهل على الإنسان أن يقلد صوت الحمار. قبلتي يا قبلتي قبلتي. أيوة تحت أمر. أمي بتسلم عليك وبتقول لك مليني واحدة واحدة. واحدة واحدة. أفتكر إن الست الوالدة ملهاش دخل أبداً باللي إحنا بنعمله ده. طب موليني واحدة واحدة. حاضر. عشان بستوعب وأنا بكتب. حاضر. واحدة واحدة. حاضر. حضر لك الخير يا ضنايا. واحدة واحدة. من السهل. واحدة واحدة. على الإنسان. واحدة واحدة. وبعدين؟ وبعدين؟ ضحكنا كتير هناخد السنة كلها ضحك ولا إيه؟ عندك حق. واحدة واحدة. مينا. واحدة واحدة. أنا ما قلتش غير مينا. وهي مينا دي شوية. واحدة واحدة مصربعة على إيه؟ لسه السنة قدامنا طويلة. حاضر يا مرسي. ميم نون. مين نون؟ تبقى مينا. مين نون؟ من السهل على الإنسان أن يقلد صوت الحمار ولكن من الصعب أن يكون له القدرة على
اللي كتبته ده يا مرسي. مينا فين التكمله؟ تخت خلصت. ايه هكمل على هدومي؟ هجيب تخت من عند امي؟ هصرف على الحكومه بقى ولا ايه؟ اتفضل اقعد. نعم اتفضل اقعد. انا كنت قاعد وجاي بتاكس وهروح بتاكس. انا كنت قاعد. لازم تجيبوا كمان روحكم. يا نهار اسود مريت ب60 نيله يا جدع. يا خبر اسود. ما انا كنت قاعد. كنت متنيل على عين اهلي وقاعد. طب عيني في عيني كده كنت قاعد وما كنتش قاعد. لازم تمشوريني يعني؟ عاجبك طولي؟ هتدفعي لي ثمن العطله اللي تعطلتها دي؟ وقافل المحل ورايح للسنبوره وجاي بالسنبوره واخد تاكس وجاي بالتاكس وجاي. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. بتحطي نفسك في مواقف بايخه. طلعوا كراريس الفلسفه. ما معناش كشاكيل. ما عندناش اي ورق فاضي. ما جبناش. ليه ما جبتوش كراريس الفلسفه؟ نسينا. ايه اللي نساكوا يا شطار؟ جل من لا يسكو. جل اعترض بقى على كلام ربنا.